بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من فايرال فلوج. معانا فيها ضيف عائد إلى الاستوديو، خلاص بقى زبون خلاص معانا، الدكتور إسلام صالح عبده. أهلا بيك معانا دكتور. أهلا بيك يا دكتور إسلام، أنا مبسوط جدا إن اتشرفت إن أنا أتكلم مع حضرتك تاني، وشرف كبير ليا طبعا. والله إحنا اللي يعني مبسوطين جدا إنك قدرت تاخد جزء من وقتك عشان تبقى معانا للمرة التانية. الدكتور إسلام كان معانا، عشان يعني الناس اللي ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت، كان معانا في الحلقة رقم أعتقد 59، وهو استشاري التخدير والعناية المركزة في أحد مستشفيات إنجلترا، وكنا استضفناه في الحلقة السابقة، اتكلمنا معاه عن خبرته الإكلينيكية مع كوفيد-19 ويعني البروتوكولات العلاجية اللي بيستخدمها. وبعدين من يومين ثلاثة كده طلع لنا موضوع مهم جدا عن نتائج تجربة سريرية كبيرة جدا، يعني أعتقد أنها أكبر تجربة على مستوى العالم، فيها حوالي أكثر من 11 ألف مريض، اسمها ريكفري ترايل. والتجربة دي بتحدث في إنجلترا، فإحنا يعني قلنا الدكتور إسلام يعني من أكثر الناس احتكاكا بالموضوع ده، وهو يعني تكرم ووافق إن هو يطلع معانا مرة تانية عشان يكلمنا عن التجربة دي. وأكثر حاجة لفتت انتباه الناس هي نتائج الديكساميثازون، تمام؟ وده موضوع الساعه، يعني الناس كلها بتتكلم في النقطه دي، واحنا يعني عايزين من حضرتك في الحلقه دي توضح لنا بقى الفكره كلها، ويعني هناخدها كده سنه سنه، بس نبدا الاول طبعا يعني حضرتك عرفنا سريعا، الناس ممكن ترجع للحلقه تعرف التاريخ المهني كله، بس لو حضرتك تبدا كده بسرعه تعرفنا بالوظيفه بتاعت حضرتك عشان نبدا ندخل في الموضوع. تمام، أنا اسمي دكتور إسلام صالح عبده، أنا مصري اسكندراني نوبي، شغال استشاري في العناية المركزة في مستشفى في بريطانيا في مقاطعة كنت. وزي ما بتقول حضرتك بالضبط، احنا اتكلمنا من شهر ونص تقريبا مع بعض، وكانت ساعتها الموجة بتاعت الكوفيد-19 في علوها في إنجلترا، وكنا برضو ساعتها اتكلمنا ان احنا اوريدي في المستشفى اللي انا شغال فيه، ان احنا كنا عاملين بروتوكول خارج الريكفري ستادي اصلا، بنستخدم فيه الديكساميتازون او الشبيه مثل بريدنيزون في علاج المرضى بتوع الكوفيد-19. فانا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك تاني، ومبسوط ان احنا بنتكلم عن الديكساميتازون، لان هو ده عقار او دواء انا يعني متفائل بيه جدا، واوريدي قبل النتائج بتاعت الريكفري ترايل ما طلعت احنا كنا اوريدي بنستخدمه لمرضى معينين من الكوفيد-19، وكنا بنشوف نتائج كويسه جدا. فان انا اكون مع حضرتك هنا اتكلم عن ديكساميتازون، ده حاجه بالنسبه لي جميله قوي. انا فاكر كويس قوي ان حضرتك عملت ستريس على النقطه دي، ولما سمعت الاخبار بتاعت الريكفري ترايل ما كنتش مندهش بصراحه، لان انا كنت سامع منك يعني انك راضي جدا عن النتائج بتاعته، وسمعت تعليق مشابه جدا من زميل هنا في بوسطن دكتور خالد عيسى. فانا كنت يعني لاني يعني عملت حوارات مع اطباء، مع اكتر من طبيب، فكنت يعني عندي زي ما تقول ايه متحضر ان انا اسمع النتيجه دي، وهي يعني ايه حطت الملاحظات بتاعت الاطباء في الكلينيك في قالب علمي، لانها تمت تجربه او كانت تجربه مصممه بشكل جيد علميا. والناس برضو يعني عارف حضرتك الوسائل الإعلام بتتناول الأخبار دي بطريقة إنه ده بريك ثرو واختراق علمي، وهو يعني دواء قديم زي ما حضرتك يعني هتوضح لنا دلوقتي. بس هي إيه الناس بقى عايزة تعرف إيه بقى، إيه هو الديكساميثازون ده بقى، تاريخه إيه، إيه قصته، حضرتك كده إيه عرف، خدنا كده واحدة واحدة. تمام، قبل ما نتكلم عن الديكساميثازون عايزين نتكلم عن هرمون متواجد في الجسم بتاعنا، جسمنا هو اللي بيفرزه، هو هرمون الكورتيزون. وهرمون الكورتيزون بيتفرز من الغدة الكظرية اللي هي الأدرينال جلاند اللي هي موجودة فوق الكلية. والهرمون ده بيلعب دور مهم جدا في نواحي كتيرة جدا في الجسم. بيلعب دور مهم في تنظيم الدورة الدموية، في الميتابوليزم، بيلعب دور مهم في تنظيم السكر في الدم وفي الجسم عامة، وأهم حاجة إن هو بيلعب دور كمضاد للالتهاب ومنظم ل المناعة في الجسم. لو احنا هنبسط الأمور شوية وناخد مثل كده، أنا عايز تخيل حضرتك إن احنا عندنا بلدة أو بلد اللي هي جسمنا. البلدة دي فيها جيش بيحميها، هو جهاز المناعة، والجيش ده طبعا فيه جنود اللي هي كور الدم البيضاء،
باختلافها. ولما بيجي معتدي بيخش على البلدة دي وعايز يبتدي يدمر ويكسر فيها، المعتدي بتاعنا المرة دي هو الكورونا فيروس، الجيش بيهب وبيبتدي يهجم ويلتحم مع المعتدي ده اللي هو الكورونا فيروس. اللي بينتج عن الحرب والالتحام ده اللي بيبقى فيه صواريخ من هنا وتدمير من هنا وحرائق بتشب من هنا ودمار بيحصل جامد. فوقت الحرب دي الكورتيزون الهرمون اللي جسمنا بيفرزه بيشتغل اكنه رجل مطافي، بيخش وسط الحرب دي وبيطفي الحرائق قد ما يقدر، وبيحاول يلم الدمار اللي بيحصل والركام قد ما يقدر، لسبب مهم قوي ان احنا عايزين بعد الحرب ما تخلص عايزين ان البنيه التحتيه تكون لسه موجوده عشان احنا نقدر نبني البلده بعد الحرب ما تخلص وبعد ما نقضي على العدو او الفيروس. ده اول حاجه بيعملها، يعني هو مضاد للالتهاب، الالتهاب اللي بينتج عن الحرب بين الفيروس والمناعه. تاني حاجه ده جميل جدا يا دكتور، تسلم، شكرا. تاني حاجة الكورتيزون أو رجل المطافي ده بيعمله إن هو بيراقب الحرب، لما بيحس إن الحرائق بقت زيادة بس العدو بقى أقل وأقل وبقى مختفي أو إن الجيش بقى يعني بيفوز في الحرب دي، فهو بيبعت إشارات للجيش أو لقيادة الجيش وبيقول له إحنا الحمد لله يعني الفيروس إحنا مش متواجد أو بقى قليل جدا وإن الجيش بتاعنا بيفوز في الحرب، فممكن تهدي اللعبة شوية عشان الصواريخ والدمار كله بيعمل حرائق احنا اصلا مش ملاحقين عليها. ودي المنظومة اللي الجسم اصلا لوحده بينظم حكاية انه في مناعة بتعمل وهي بتحارب الفيروس او بتحارب اي مرض بكتيريا او اي حاجة بتعمل دمار وهي بتحاربه، وفي نفس الوقت ان الدمار ده ما يوصلش ان هو يكون out of control زي ما احنا هنتكلم بعد كده. الدكساميتازون بقى ده هو عبارة عن هرمون الكورتيزون مصنع، وهو تم اكتشافه في 1957، وهو يعني ينتمي إلى عائلة كبيرة منها مثل البريدنيزون والبريدنيزولون والبريدنيزون، وهو من زمان احنا بنستخدمه في أمراض كتيرة جدا زي الربو وأمراض الصدر الصدرية المزمنة، بنستخدمه في الروماتيزم، بنستخدمه في اورام كتيره، بنستخدمه في اورام المخ، بنستخدمه في المننجايتس او التهاب السحائي، فمن زمان وهو ليه استخدامات وليه بروفايل يعني سيفتي بروفايل معروف. طبعا بيبقى ليه اضرار خصوصا لما بنستخدمه لفترات طويله، بس عامه بيبقى منافعه اكتر احسن من اضراره. والدكساميتازون يعتبر هو رجل مطافي، بس ده لان الجسم الكورتيزون مش قادر على الحرب والحرائق يطفي الحرائق دي، فاحنا اكننا بنأجر رجال مطافي تانيين من بره يجوا يساعدوا رجال يعني جهاز الاطفاء بتاع البلده بتاعتنا. طيب يعني خليني كده احاول الخص الكلمتين دول، يعني ده اصلا يعني عوض عن هرمون بيفرزه الجسم بشكل طبيعي لكن احنا بناخده بشكل خارجي علشان خاطر نساعد الجسم على ان هو يتغلب على فتره اللي هي زي ما حضرتك وصفتها الحرب ما بين الجهاز المناعي وبين الميكروب، وبيكون له زي دور كده تنظيمي انه الموضوع ما يبقاش خارج عن السيطره. تمام كده؟ تمام جدا. حضرتك تحب تقول لنا يعني تذكرت سريعا استخداماته في الطب، يعني لو حضرتك ندخل في يعني هو الناس اهتمت بيه مؤخرا ولو ان هو دواء مش جديد علشان الكوفيد 19 والنتائج اللي طلعت انه بيخفض من معدل الوفيات بنسبه كويسه جدا، استخداماته في مجال الكوفيد 19 حضرتك تقدر توضح لنا النقطه دي؟ تمام. هو قبل ما نتكلم عن الكوفيد 19 احنا عايز اقول لحضرتك انه يعني استخداماته في العنايه المركزه عامه. اتفضل. فاستخداماته في العنايه المركزه الكورتيزون يعني ليه استخدامات كثيره في المرضى في العناية المركزة، بنستخدمه بقالنا فترة في علاج السبتيك شوك أو كجزء من علاج السبتيك شوك اللي هي الصدمة الإنتانية أو في الصدمات الحساسية زي الأنفلاكتيك شوك، بس مؤخرا آخر 10 سنين كان فيه اهتمام في استخدام الكورتيزون ديكساميتازون أو الميثيلبريدنيزون في المرضى اللي بيجي لهم مشاكل تنفسية وبيضطروا إن هم يتحطوا على جهاز التنفس الصناعي وبيعانوا من الـ ARDS اللي هي متلازمة التنفس
الضائقة التنفسية الحادة الـ ARDS. ففي دراسات كتيرة اتعملت على الموضوع ده، والموضوع ده مهم جدا. هقول لحضرتك ليه، بس هشرح لحضرتك الأول أو أتكلم لحضرتك الأول عن الدراسات اللي اتعملت في الموضوع ده. هو في 4 دراسات مهمين قوي، منها دراسة من أمريكا، دراسة أمبرتو ميدوري، والدراسة دي هي ميتا أناليسيز، يعني معناها أن هي أخذت كذا دراسة، 9 دراسات صغيرين حطتهم مع بعض، حطت المرضى مع بعض وشافت. طبعا كانوا كل المرضى تقريبا بياخدوا نفس الجرعات بتاعت الكورتيزون، وشافت ايه هي فوائد الكورتيزون وايه هي اضراره. كان تقريبا 851 مريض، ودي تم نشرها في 2017. تاني دراسه هي ادرينال ستادي. الدراسه دي كانت بتشوف الكورتيزون وفعاليته في الصدمه الانتانيه وفي السبتيك شوك، والدراسه دي كانت بين استراليا ونيوزيلندا واعتقد السعوديه والدنمارك. ثالث دراسه الابروتش ستادي، دي دراسه من فرنسا، دي برضو كانت بتبص على استخدام الكورتيزون في المرضى اللي عندهم سبتيك شوك محطوطين على الفنتليتر، وكان تقريبا 1500 مريض. واخر واحده بقى ودي اهم واحده هي الدكسا ترايل. الدكسا ترايل دراسه اسبانيه، هي دراسه ار سي تي، يعني دراسه سريريه منتظمه ذات اسس علميه سليمه جدا، ضمت تقريبا 270 مريض، وتم نشرها في مارس 2020، يعني قبل الموضوع الكورونا ده ما يبتدي والمشاكل بتاعت الكوفيد 19. مارس 2019 ولا 2020؟ 2020. يعني ده لسه من 3 شهور. ده لسه من 3 شهور، بس طبعا هي الدراسه بقى لها شغاله يمكن سنتين او ثلاثه. بقى لها سنتين او ثلاثه، وكانت بتدرس وبتشوف الناس اللي عندها ARDS، المشاكل التنفسيه، ومحطوطين على جهاز على الفنتليتر او جهاز التنفس الصناعي، كانت بتشوف استخدام الدكساميتازون في المرضى دي. يعني هو حضرتك عايز توضح لنا نقطه انه الدكساميتازون كان له يعني دور في علاج اللي هي الضائقه التنفسيه الحاده من قبل حتى ظهور وباء الكورونا. بالظبط كده، وده اللي خلانا اصلا في المستشفى اللي انا شغال فيها ان احنا نبتدي نفكر في البروتوكول ده قبل ما نعرف اصلا نتائج الريكفري ترايل. يعني احنا لما بصينا على نتائج الدكسا ترايل وشفنا ان الدكساميتازون دوز كانوا بيدوه 20 ملي جرام لمده 5 ايام، وبعد كده 10 ملي جرام لمده الخمس ايام اللي بعديهم، يعني الكورس كله 10 ايام، النتائج كانت مذهله جدا وكويسه جدا. ايه اهم حاجه عايزين نعرفها من النتائج، كل النتائج بتاعت استخدام الدكساميتازون والكورتيزون في المرضى اللي بيبقى عندهم مشاكل في التنفس وعلى اجهزه التنفس الصناعي؟ اول حاجه ان هي كلهم يعني اجمعوا ان هي بتقلل نسبه الوفاه في المرضى دي. تاني حاجه بتقلل نسبه ان المريض يكون على الفنتليتر، يعني المريض اللي بياخد الكورتيزون بيتشال مع جهاز التنفس الصناعي اسرع من المريض اللي ما بياخدش الفنتليتر ليبريشن. تالت حاجه شافوا ان المرضى اللي بيتحطوا على الدكساميتازون كمان بيسيبوا العنايه المركزه اسرع من المرضى اللي ما كانوش محطوطين على الكورتيزون او الدكساميتازون اللي هي اي سي يو ليبريشن. فالحاجات دي كلها حاجات كويسه جدا وايجابيه جدا، بس انا في رايي الشخصي الحاجه المهمه قوي ان احنا من كل الدراسات دي اكتشفنا ان الاضرار بتاعت الكورتيزون في الجرعات الصغيره دي الاضرار مش كبيره جدا. يعني احنا يعني كل الدراسات دي ما اثبتتش ان مثلا لما بندي الكورتيزون لمده 10 ايام او 14 يوم ان نسبه السوبر انفكشن او اللي هي الالتهابات البكتيريه من ان المناعه بقت ضعيفه جدا فالبكتيريا ابتدت تسيطر او يبقى في التهابات بكتيريه، ما كانش النسبه كانت ضئيله جدا او عدد، يعني ما فيش فرق بين الدكساميتازون اللي بياخد دكساميتازون وما بياخدش. فده معناه ان الجرعه دي مش بتقلل المناعه لدرجه خطيره تاثر على المريض وفتره وجوده في العنايه المركزه. تاني حاجه لقوا ان كمان ما فيش اضرار من ان الكورتيزون لمده 10 ايام او 15 يوم ان هو ما بيزودش القرحات او قرح المعده، مش بيزود برضو نسبه التهابات المعده او النزيف من المعده والكلام ده كله. اللي هم الحاجه الوحيده بس اللي كانت زياده او يعتبر سايد افكت ان نسبه السكر او ان الكنترول بتاع السكر في الدم كان بيبقى اصعب من المرضى اللي هم مش على الكورتيزون، لان احنا عارفين ان الكورتيزون بيزود من نسبه السكر في الدم، ودي حاجه تعتبر بسيطه جدا نقدر ان احنا نتعامل معاها، ان احنا المريض اللي بيبقى في العنايه المركزه نظبط السكر بتاعه
من غير اي مشاكل. فاعتقد ان الدراسات دي كلها ريحتنا نفسيا، ان تقول لنا يعني افادتنا ان الاضرار قليله جدا بس الفوائد كتيره جدا. وبداتوا تستخدموه في حاله الكوفيد 19 بناء على كل المعلومات دي؟ بالظبط، واحنا في المستشفى بتاعتنا كتبنا بروتوكول ابتدينا نستخدمه في الحالات الكوفيد 19 اللي محتاجه تتحط على جهاز التنفس الصناعي وعندهم يعني ايه ساينس او في دلائل في التحاليل بتاعتهم ان هم عندهم عاصفه سيتوكينيه، معناه ان الفراتين عالي، السي ار بي عالي. واحنا دلوقتي في خضم ان احنا بنلم الداتا عشان ان شاء الله نعملها يعني ننشرها. واعتقد ان في دراسه زي اللي احنا بنعملها بتحصل دلوقتي في امريكا، واعتقد النتائج بتاعتها الاوليه برضو كانت يعني كانت كويسه جدا. ودي طبعا مش هتبقى دراسه يعني سريريه منتظمه، لان احنا كان عندنا مرضى الكورونا، احنا في المستشفى اللي انا شغال فيها كان عندنا مرضى الكورونا ما كانوش بياخدوا كورتيزون، بس كنا بنديهم كل العلاجات التانية. بعد كده عملنا البروتوكول وابتدينا ندي كورتيزون، فاحنا هنعمل دراسه بنسميها بيفور اند افتر، نقارن المرضى قبل البروتوكول وبعد البروتوكول بتاع الكورتيزون. طيب. واحنا ان شاء الله يعني شغالين ان احنا ننشر الدراسه دي سريعا. ممتاز. طيب تحب ندخل في الريكفري ترايل؟ تقول لنا بقى ايه موضوع الريكفري ترايل واهميتها لانها شغلت الراي العام والناس محتاجه تفهمها؟ طبعا. دلوقتي الريكفري ترايل هي اكبر دراسه سريريه منتظمه موجوده في المملكه المتحده. الدراسه دي هي يعني بتشرف عليها جامعه اوكسفورد، دراسه سريريه منتظمه. انا شخصيا بصيت على البروتوكول بتاعها والبروتوكول سليم جدا ومبني على اسس علميه سليمه جدا. واهم حاجه في الدراسه دي ان هي مستقله، يعني هي مش مدعومه من اي شركات ادويه، مش مدعومه من اي منظمات او حاجه زي كده. فدي حاجه دايما بتخلي الطبيب مستريح شويه ان هو عارف انه هيبقى في يعني سيستم صح في الدراسه دي. والدراسه دي لغايه دلوقتي ضمت 11500 مريض، وهي يعني بتضم 175 مستشفى في المملكه المتحده. الدراسه دي عملت هي دراسه يعني هي ريكفري ستدي، هي ايفالويشن فور يعني ايفالويشن او تقييم للامراض للادويه او العقارات اللي احنا ممكن نستخدمها في كوفيد 19 في المرضى بتوع كوفيد 19. فاحنا في كذا مجموعه او كذا دراع في الدراسه دي. الدراع الاساسي هو دراع ستاندرد كير، ده معناه ان ده المريض بيخش المستشفى بياخد الحاجات اللي هو محتاجها بس ما بياخدش اي حاجه من العقاقير اللي احنا او من الادويه اللي هي عمالين العالم كله بيجربها. ده معناه ان هو لو محتاج اكسجين هنديه الاكسجين، لو محتاج مخافه حراره هنديله مخافه حراره، لو عنده اسهال حاجه للاسهال، لو احنا عندنا شك ان هو عنده مرض بكتيري او التهاب بكتيري هنبتدي نديله في الحاله دي بس انتي بايوتيك، بس غير كده ما بياخدش اي ادويه ثانيه من اللي هي متعارف عليها. فهم بياخدوا الدراع اللي هو بتاع ستاندرد اوف كير او العلاج العادي او الطبيعي مثلا، وبيقارنوه بخمس اضرع ثانيين منهم بيقول ان دي مجموعه الكنترول. دي مجموعه بالظبط كده، دي مجموعه الكنترول، ومجموعه الكنترول دي بيقارنوها بمجموعه بياخدوا اللوبينفير، وده دواء للاتش اي في يعني دواء مضاد للفيروسات للاتش اي في. ثاني حاجه كانوا بيقارنوها كمان بالهيدروكسيكلوروكوين، بس المجموعه او الدراع بتاع الهيدروكسيكلوروكوين ده وقف اوريدي، لان هم اكتشفوا بعد ما جمعوا كميه الداتا اللي هم محتاجينها ان الهيدروكسيكلوروكوين ملوش اي فايده. وكمان في دراسات بتقول ان ممكن يكون ليه اضرار، بس انا عارف برضو ان في دراسات لسه هتطلع من امريكا ودراسات برضو تبع ال WHO، فاحنا مستنيين الدراسات دي. بس هي هنا في انجلترا هيدروكسيكلوروكوين الدراسه وقفت، فاحنا عمرنا ما ادينا هيدروكسيكلوروكوين لاي مرضى كبروتوكول علاجي. واضافه برضو وقفوه في امريكا. وقفوه في امريكا خلاص تمام كده، يبقى اعتقد كده الامور واضحه بالنسبه للهيدروكسيكلوروكوين. ثالث حاجة بيقارنوها بيها الدراع الثالث هو الأزيتروميسين، وده لسه يعني لسه شغال الدراع ده. رابع حاجة هو الـ IL-6 بلوكر، وده يعني دواء بيحارب أو بيوقف السيتوكين ستورم.
وخامس حاجه هي البلازما، ولسه يعني ما فيش نتائج عن البلازما، بس في يعني في ابحاث عن البلازما في مجموعه الريكفري ترايل. واخر حاجه طبعا كانت الدكساميتازون. الدكساميتازون المريض اللي بيخش المستشفى محتاج اكسجين مش محتاج اكسجين، كانوا بيبتدوا بيدخلوه في الدراسه على طول، وكان بياخد 6 ملي جرام دكساميتازون يا اما عن طريق الوريد او عن طريق يعني حبوب عن طريق الفم ولمده 10 ايام. المجموعه دي دلوقتي بتاعت الدكساميتازون خلصوا، ولما شافوا رجعوا النتائج لقوا ان هم في المجموعه بتاعت الدكساميتازون كان تقريبا في 2500 مريض، والكنترول هم تقريبا 4500 مريض. اكتشفوا ان في 3 مجاميع، المجموعه اللي هي هو دخل المستشفى عنده اشتباه في الكوفيد 19، يا اما اشتباه كلينيكي يا اما مسبب بالتحاليل، بس هو مش محتاج اكسجين، قاعد بيتنفس كويس، ممكن يكون عنده شويه كحه، عنده حراره، بس التنفس بتاعه كويس جدا. فدي اول مجموعه بصوا عليها. تاني مجموعه هي المجموعه اللي هو بيبقى محتاج شويه اكسجين، بس بيبقى باكسجين بس عن طريق الماسك. والتالت مجموعه هي المجموعه اللي محتاجه تخش، اللي هي بقى حالتها بتسوء وبتحتاج تخش على الفنتليتر وعلى جهاز التنفس الصناعي. فاول مجموعه اللي هي المجموعه اللي مش محتاجه اكسجين خالص، لقوا ان ما فيش يعني تحسن في نسبه الوفيات خالص، بالعكس ده ممكن كمان كان في ترند شويه ان ممكن تكون الوفيات بتزيد شويه، بس statistically ما كانتش يعني يعني في فرق كبير. اتفضل. احصائيا ما فيش فرق كبير. بالظبط، احصائيا ما كانش في فرق كبير، بس في ترند يقول لنا ان المرضى اللي هم مش محتاجين اكسجين وبيتنفسوا كويس يمكن الدكساميتازون بالنسبه لهم ما لهوش فايده، ويمكن يكون له ضرر. لسه احنا عايزين نشوف لسه الداتا من الستدي. تاني حاجه بصوا عليها هي المجموعه اللي محتاجه اكسجين، يعني هو قاعد في الكرسي بينهك شويه محتاج اكسجين وبياخد دكساميتازون، لقوا ان في المجموعه دي نسبه الوفاه قلت بنسبه 25%. واخر مجموعه اللي هي المجموعه اللي محطوطه على جهاز التنفس الصناعي، لقوا ان نسبه الوفاه قلت بنسبه 35%. والارقام 25% مورتاليتي يعني ان هي تقلل المورتاليتي ريت او نسبه الوفاه، و35% دي ارقام كبيره ومهمه قوي. فطبعا لسه الدراسه يعني ما لسه ما نشرتش كامله، لسه ما نعرفش تفاصيل الدراسه بالظبط، لسه ما حصلهاش بير ريفيو ان في ناس بتراجع الدراسه قبل ما تتنشر. بس اقدر اقول انه وزاره الصحه الانجليزيه او البريطانيه عممت استخدام الدكساميتازون، واعتقد ده دليل ان هم من النتائج اللي شافوها ومن الداتا اللي عندهم مستريحين جدا للنتائج دي، لدرجه ان هم يعمموا الدكساميتازون لمرضى الكوفيد 19 حتى قبل الدراسه ما تتنشر. وانا اعتقد كمان ان ال WHO عملت نفس الحاجه، وفي بلاد عربيه ابتدت يعني تعمم الدكساميتازون لمرضى الكوفيد 19. وحضرتك طبعا عارف ان الموضوع ده اخذ ضجه كبيره جدا، وهو الصراحه يستاهل لاسباب كتيره، منها ان دي اول دراسه ورتنا ان في ان النتيجه بتاعتها ان الدواء ده نتيجته ان هو بيقلل نسبه الوفيات بنسبه كبيره جدا. مفيش دراسه في العالم كله لغايه دلوقتي معموله على اسس سليمه وفيها كميه المرضى دي ادت لنا النتائج دي. يعني الحاجه الوحيده هو الريمديسيفير، بس الريمديسيفير كانت النتائج بتاعته بتقول لنا بس ان الايام اللي المريض بيقضيها في المستشفى هتقل بثلاث ايام، بس ما قالت لناش حاجه خالص عن نسبه الوفيات. واحنا بالنسبه لنا في المجتمع الطبي نسبه الوفيات نسبه الوفاه وتقليلها دي حاجه مهمه جدا لما بنيجي نستخدم اي دواء جديد. تاني حاجه الدكساميتازون موجود من زمان ومتوفر في كل البلاد، ومصانع كتيره في كل البلاد الفقيره والناميه بتنتجه، وسعره رخيص جدا. يعني تقريبا الكورس العلاجي ممكن بتاع الدكساميتازون لمده 10 ايام ممكن يكلف تقريبا $7، يعني حاجه لا تذكر اصلا. وتالت حاجه ان هو ان المريض ياخده او حد يدهوله في الوريد او حتى حبوب سهل جدا. فدي كلها حاجات مخليه الدكساميتازون والنتائج بتاعت الريكفري ترايل عن الدكساميتازون نتائج مهمه جدا، وكان لها صدى كبير جدا في الوسط العلمي والعالم كله. طيب
ده حضرتك بيقودنا لسؤال مهم جدا. الناس لما سمعت النتائج افتكرت ان هو ده الدواء السحري اللي المفروض كل المرضى بتوع الكوفيد 19 ياخدوا. والناس على حسب ما سمعت مثلا من قرايبي واصدقائي في مصر، الناس بدأت تجري على الصيدليات وتشتري الديكساميثازون وتخزنه. حضرتك عارف يعني الناس مخضوضة، وطبعا احنا فاهمين الوضع شكله عامل ازاي. حضرتك ضمنيا في شرحك للنتائج حضرتك قلتها، بس انا نفسي حضرتك توضحها لعامة الناس، مين من مرضى الكوفيد 19 اللي محتاج ياخد الديكساميثازون؟ تمام. وطبعا ده يعني كمان موجه لاهلنا وقرايبنا واسرنا واهلنا كلها في مصر والبلاد العربيه والبلاد العالم كلها عامه، بس طبعا الرساله دي موجهه اكتر لاهل بلدي والبلاد العربيه والاسلاميه. اول حاجه لازم الدكسامتازون، يعني لازم يكون اول حاجه ان المريض ده عنده اشتباه في الكورونا، يا اما اشتباه كلينيكي او مثبت بتحاليل، يا اما البي سي ار او التحاليل المختلفه او السي تي ده ان هو عنده كوفيد 19. يبقى لازم يكون احنا متاكدين المريض ده او عنده اشتباه ان هو كوفيد 19. ثاني حاجه لازم اللي يكتب الدواء ده ويشرف على يعني اعطائه ويشرف على الكورس عامه لازم يكون دكتور. يعني احنا ما ينفعش ان احنا ناخد الدكساميثازون فاكرين ان ده دواء سحري وهيحل كل الامور لوحدينا، لازم يكون تحت اشراف طبي. ثالث حاجه ودي الحاجه المهمه جدا، انه اللي ياخد الدكساميثازون هو الشخص اللي عنده كوفيد 19 او اشتباه وعنده مشاكل في التنفس. ده معناه ان هو في طريقتين نقدر نعرف ان في مشكله في التنفس كبيره. اول حاجه طريقه كلينيكيه، ان المريض عنده كوفيد 19 عنده حراره بس مش قادر يتنفس، مش قادر ياخد نفسه، بينهج على طول، مش قادر يكمل جمله او مش قادر يقول كلمتين ورا بعض من غير ما ياخد نفسه. فده يقول لنا ان ده مريض محتاج اكسجين، ويعني هو هي فيتس ان هو الكرايتيريا ان هو ياخد الدكساميثازون. تاني طريقه نقدر نقول ان الشخص ده محتاج اكسجين هي بقياس نسبه الاكسجين. وانا عارف ان الجهاز بتاع قياس الاكسجين دلوقتي موجود في بيوت كتيره والناس بتقيسه. فلو المريض، احنا عامه هنا في انجلترا بندي الاكسجين للمرضى نسبة الأكسجين في الدم بتنزل 92 وأقل. فلو أنا عندي مريض كوفيد 19 أو مشتبه في كوفيد 19 ونسبة الأكسجين بتاعته قلت ل 92 وأقل، أنا يعني مش هتأخر إن أنا أطلب من الدكتور أو الطبيب، مش هيتأخر إن هو يكتب له الدكساميثازون 6 ملي جرام لمدة 10 أيام. دلوقتي ده أول مجموعة اللي هي محتاجة أكسجين بينهج ومش قادر يتنفس وستة ملي جرام بس. بس برضو زي ما حضرتك عارف ان احنا في البروتوكول اللي احنا كنا كاتبينه لازم الدكتور يشرف ويشوف ايه التطور. لو المريض بيتحسن دي بحاجة كويسة، لو المريض مش بيتحسن وفي يعني بيعمل تحاليل وفي دلائل ان الفيراتين عالي، ان السي ار بي عالي، بس كبر الدم البيضاء عادية او قليلة، يعني مفيش بكتيريال انفكشن، فده كلها دلائل ان المريض ده احتمال يكون محتاج جرعه اكبر من الدكساميثازون، زي الجرعه اللي احنا كنا بنستخدمها في المستشفى عندنا اللي هي توازي 16 ملي جرام في اليوم لمده 5 ايام، وبعد كده بنقللها على حسب التحسن بتاع المريض. وعايز اقول لحضرتك انه من تجربتي كمان مع المباشره مع مرضى في مصر، كان في اقدر اذكر مريضين رجل وست تقريبا في الستينيات ما عندهمش اي امراض قبل كده، وكانوا تقريبا في اليوم الخامس او السابع من الاعراض، وكان مشكله التنفس عندهم بقت تزيد جامد جدا لدرجه ان المريض الاول ما كانش قادر يتنفس، ما كانش قادر يكمل حتى كلمه، ما كانش قادر يتحرك لان النهجان وعدم قدره على التنفس مقلله كل حركته وما بياكلش. وابتدينا معاه الكورس بتاع ديكساميثازون، بس طبعا ابتدينا لان كان عنده ساعتها ما كناش لسه عندنا نتائج الريكفري ستادي، وكمان كان عنده في التحليل بتاعته ادله ان هو عنده سايتوكين ستورم، فيريتين عالي، سي ار بي عالي. فده احنا ابتدينا بيه مع 16 ملي جرام لمده 5 ايام، وبعد يومين ابتدى يتحسن. المريضه الثانيه كانت نسبه الاكسجين عندها نزلت لغايه 85 و87 وبرده نهجان ومش قادره تتنفس،
لما ابتدينا برضو بالجرعه الكبيره اللي هي بتاعت 16 ملي جرام برضو اتحسنت ونسبه الاكسجين اترفعت خلال يومين او ثلاثه. بس كل ده لازم يكون تحت اشراف طبيب، والجرعات الكبيره دي لازم تكون بس للسايتوكين ستورم. بس الجرعات الصغيره اللي هي 6 ملي جرام دي لو احنا محتاجين في مشاكل في التنفس وفي يعني طبيب اكد ان في فعلا مشكله في التنفس، ساعتها ممكن نبتدي ناخد ال 6 ملي جرام. هو ده يعني اللي اقدر الكرايتيريا اللي اقدر ان احنا نقولها دلوقتي لاهالينا. طب حضرتك ممكن توضح لنا لانك ذكرت نسب الاكسجين في الدم، ايه هي النسبه الطبيعيه؟ لانه الناس بس ممكن تكون اللي بتستخدم الجهاز ده في البيت ممكن تكون المعلومه دي مفيده بالنسبه لها. طبعا النسبه الطبيعيه للاكسجين عامه للشخص العادي اللي ما عندوش اي امراض مزمنه بتكون من بين 96 لغايه 98. المرضى بيبقى عندهم سي او بي دي او المرضى اللي هي بيبقى عندهم مشاكل في التنفس، مشاكل صدريه مزمنه، دي نسبه الاكسجين عندهم عامه بتبقى قليله، وهم اصلا عايشين على الرقم قليل اللي هو من 90 ل 92. فلو هو شخص ما عندوش اي مشاكل صدريه ونسبه الاكسجين نزلت لغايه 92 من 98 او 97، فدي تعتبر نسبه يعني قويه جدا، خصوصا لو هو كمان حاسس بنهجان. عندك ما تنساش ان احنا كنا بنتكلم عن الهابي هايبوكسيك، ان المرضى بتوع الكوفيد 19 بيتحملوا نسب اكسجين قليله اكتر من اللي احنا كنا متعودين عليه. طيب هحاول كده قدر الامكان الخص، ويعني حضرتك صحح لي لو اخطات. اللي انا فهمته من كلام حضرتك انه مريض الكوفيد 19 اللي في الحاله الطفيفه، اللي هو يعني تحت العزل المنزلي والامور الحمد لله تحت السيطره، مش محتاج انه ياخد الديكساميثازون. الامور لما بتبدا لا قدر الله تتطور ويبقى المريض محتاج للتنفس، على حسب نسبه الاكسجين في الدم ممكن المريض ده يدخل تحت او يعني تنطبق عليه المواصفات بتاعه المريض اللي محتاج الديكساميثازون. وده معناه انه يعني الناس اللي بتجري عشان خاطر تخزن الدواء وبتستخدمه من غير تحت يعني بدون اشراف الطبيب، الكلام ده مش مظبوط. لا مش مظبوط طبعا، ولازم احنا كمان لان زي ما قلنا احنا في الاول انه الديكساميثازون بيستخدم وناس كتيره غير مرضى الكوفيد 19 معتمدين عليه وبياخدوه. يعني حتى انا برضو عندي قريب ليا دكتور في النساء والولاده كان لسه بيحكي لي ان هم بيستخدموا الديكساميثازون في تنشيط طريقه الجنين قبل العمليات القيصريه، خصوصا ان هي الولاده بتبقى قبل التاسع، ان هو دلوقتي مش لاقيين الدكساميتازون في الصيدليات. فطبعا ده حاجه يعني غلط خالص ولازم نقف عندها، لان المريض اللي محتاج حاجه هيلاقيها وياخدها، بس لما يتبع النظام ده احنا كمجتمع ونتكاتف، انا لما احتاج حاجه هلاقيها، بس لازم برضو اكون حاطط في بالي ان في ممكن يكون شخص تاني بامراض تانية او كوفيد 19 او حاجه تانية محتاج الدكساميتازون ومش لاقيه. فدي حاجه ضروريه جدا، واحنا قلنا ان الدكساميتازون متواجد ومصانع كتيره بتنتجه وبرخيص، فعمره ما هيخلص، عمره ما يعني هتلاقيه وقت ما تعوزه يعني ان شاء الله. بالظبط. طيب سؤال اخير يا دكتور، حضرتك برضو ذكرتها ضمنيا بس دي من احد الحاجات اللي انا لاحظت انها يعني بتشغل بال الناس في بداية الوباء ويمكن لحد دلوقتي، الناس دايما بتسمع نصائح ان هم ياخدوا حاجات تقوي المناعة، فبيسمعوا حاجات عن الفيتامينز والزنك وغيره، وبعدين احنا في وسط الكلام قلنا انه الديكساميتازون من الحاجات اللي بتهبط الاستجابة المناعية او له تأثير مضاد للاستجابة المناعية. فانا شفت حتى نكت وناس بتهزر في الموضوع على الفيسبوك، يقول لك انتوا يعني انتوا منين بتقولوا لنا قوي المناعه ومنين بتقولوا الدواء اللي بيقلل المناعه هو اكتر حاجه عملت تاثير لحد دلوقتي؟ فممكن حضرتك تفسر لنا الاشتباك ده؟ طب حاضر، انا هفسر الاشتباك ده لو هنرجع تاني للمثل بتاعنا بتاع البلده والفيروس الحرب والجيش والكلام ده كله. دلوقتي احنا هنرجع للحرب تاني، في عدو وفي العدو اللي هو الفيروس، وفي الجيش اللي هو المناعه اللي عمال بيقاوم العدو الفيروس ده، وفي الكورتيزون اللي هو رجال المطافي، يا اما رجال المطافي اللي هي بتاعت الجسم بتاعتي او رجال المطافي اللي انا جبتها واخدتها بحقنه. دلوقتي احنا لو
هنصغر الصوره شويه وهنبص على اوتيل كبير جدا. الاوتيل ده هنعتبره ان هو الرئه بتاعتنا، والاوتيل ده فيه اوض كتيره اللي هي الحويصلات او الالفيولي، والحويصلات او الاوض دي فيها شبابيك مهمه جدا لازم كلها تبقى مفتوحه عشان يبقى الاوتيل مهوي ويعني بلازنت والناس حاسه بجو منعش، فلازم الشبابيك كلها تبقى مفتوحه والهواء يبقى قادر يتحرك من في جوه الاوضه ومن اوضه لاوضه والكلام ده كله، يعني نهوي الاوتيل بمعنى اخر. دلوقتي احنا لو الفيروس دخل الاوتيل ده وابتدى يكسر في الاوض دي ويكسر في الشبابيك ويعمل ويبتدي يعني حرايق تكون بتحصل في الاوضه بتاعت الاوتيل دي لدرجه ان الحيطان تتكسر والميه تبتدي تخش في الاوضه والركام يبتدي يخش في الاوضه ومبقاش في مجال خالص في الاوضه او الحويصله دي ان الهواء يخش والاكسجين يخش، واحنا عندنا رجال المطافي بييجوا ويبتدوا يطفوا الحرايق وينظفوا الاوض ويشيلوا الركام على اساس ان هو الاكسجين يفضل داخل جوه الاوضه دي. لو انا عندي 6 ملي جرام او 6 رجال مطافي وعمالين يطفوا في الحرايق وبيشتغلوا هم بدم لسه في يعني لسه بيطفوا في حريقه ويشيلوا ركام، مش هيبعتوا سيجنال لجهاز المناعه او قياده الجيش ان وقفوا الضرب وقفوا الحرب، لان يعني ما فيش ان خلاص الحرب خلصت واحنا مش شايفين اي حرايق وما بنعملش اي حاجه فوقفوا الحرب، مش هيبعتوا سيجنال ده. فلو احنا بقى ابتدينا ندي بدل 16 ملي جرام يعني 16 رجل مطافي ابتدينا ندي 50 و100 ملي جرام، يعني هيبقى عندنا في اوضه واحده 100 رجل اطفاء طفوا الحريقه وقاعدين فاضيين، فهو بالنسبه لهم كده الحرب خلصت. فبيقول لك نبعت رساله للجيش نقول ان الحرب خلصت. فانا عايز اقول لحضرتك ان هي يعني نسبه وتناسب. احنا من الدراسات اللي حصلت قبل كده عارفين ان 16 لغايه يعني من 6 ملي جرام من الريكفري ستادي لغايه 16 ملي جرام من الدراسات الاخرى ان دي نسبه ما بتاثرش على المناعه خصوصا لو الالتهاب شغال. عشان كده احنا بنقول انه 10 ايام ماكسيمم الكورس 10 ايام ماكسيمم. لو الحرب خلصت والحريقه خلصت ومبقاش فيه التهاب والكورتيزون رجل المطافي هيبقى واقف في الاوضه وعمال يبعت سيجنالز طول الوقت، طبعا ساعتها الجيش هيرجع لسكناته وهيبقى فاكر انه مفيش حرب خلاص ويرجع، حتى لو في حرب زياده. عشان كده يعني نسبه الكورتيزون اللي احنا بنديه هي دي اللي بتقول لنا بالظبط قد ايه السيجنال وقد ايه التنظيم بتاع المناعه اللي هيحصل والكوميونيكيشن بين من المكان اللي حصل فيه الحرب زي الاوضه اللي في الاوتيل وقياده الجيش. فاحنا عارفين ان 6 ملي جرام امنه وما بتاثرش على المناعه من 6 لغايه 16 ملي جرام، بس اهم حاجه ان الكورس يكون محدود وان احنا بنراقب يعني النتائج التحليليه او من المعامل زي الفراتين والسي ار بي عشان نتاكد ان الحرب خلصت. يعني هو التوازن هو المفتاح، التوازن في الجرعه والتوازن ما بين انه الطبيب اللي بيعالج الحاله بيراقب بعض الحاجات في التحاليل وهو ده اللي بيخليه يقدر يعني ايه يقول لا 6 اوكي لا 16 لا ما نقدرش نعلى عن كده. الموضوع كله هو اشراف الطبيب والتوازن في الجرعه. بالظبط كده، اشراف الطبيب هنا مهم جدا لان هو اللي هيحدد امتى انا هزود الكورتيزون امتى هقلل امتى المناعه بقت تتاثر ويمكن يكون في التهاب بكتيري داخل. فعشان كده الطبيب هو اهم شخص يقدر يتحكم في الجرعات وفي وقد ايه مدى الكورس على اساس ان احنا ما نخشش في مشاكل ان احنا نقلل المناعه. بس ده ما يمنعش ان احنا في نفس الوقت عايزين المناعه تبقى قويه عشان تقاوم الفيروس، بس احنا برضو عايزين رجل المطافي ده يطفي النار ويشيل الركام على اساس انه البنيه التحتيه تبقى موجوده. تخيل حضرتك ان لو الرئه دي اتدمرت خالص وكل الاوض بعد كده حتى لو الكورونا فيروس او هيكون راح من الاوتيل او من الرئه بس بعد كده كل الاوض هتبقى متدمره، يبقى الشخص ده هيبقى عنده مشاكل يعني صدريه هتفضل معاه بعد كده فتره طويله. عشان كده برضو الوقت ان احنا نبتدي الدكساميتازون في الوقت الصح دي حاجه مهمه جدا. حضرتك الامثله اللي انت استخدمتها ادتني الهام ان احنا نعمل الموضوع ده فيلم كرتون، يعني ممكن لو في حد
يساعدنا يعني ماديا، ممكن نعمل القصة دي ونمثلها بالحرب والأوض والرئة يعني الموضوع كله يعني بسم الله ما شاء الله عليك يعني. يعني أنا فهمتها، وأعتقد يعني إن الناس الحمد لله فهمتها. ويا إخوانا موضوع الديكساميثازون زي ما الدكتور وضح له تأثير مع بعض المرضى في بعض الحالات المتأخرة، لأن بتبقى فيه عندهم مشاكل كتيرة، جهاز المناعة بيبقى فيه يعني رد فعل شديد، وباستخدام جرعات محسوبة وتحت إشراف الطبيب يقدروا إن هم يظبطوا حالة المريض، إنه الدواء ده يدخل يعمل الوظيفة بتاعته من غير ما يبوظ حاجات تانية. لو إحنا بدأنا نستخدم الموضوع ده كده مننا مع نفسنا، فإحنا كده بنضر نفسنا وبنعمل حاجات إحنا مش يعني إيه يعني استخدامك أنت الشخصي من غير ما يكون الطبيب هو اللي بيرشدك في مشاكل عليك أنت شخصيا. صح كده يا دكتور؟ ولا بالظبط تمام، هو كده رسالة يا رب تكون وصلت، وكده أعتقد الرسالة واضحة جدا. طيب قبل ما نختم، حضرتك تحب توصل أي حاجة، توصل رسائل لحد من الناس اللي بيسمعونا؟ أعتقد إحنا يعني قلنا كل حاجة، وأنا بس عايزين نعمل ستريس على موضوع إنه يا جماعة ما تسحبوش الديكساميثازون، لو أنتم مش محتاجينه خلوه للناس اللي محتاجاه، ويا رب يسلم كل أهالينا وأصحابنا وكل حد موجود في مصر والبلاد العربية، ويسلم برضو أمي هي موجودة دلوقتي في اسكندرية وأنا بسلم عليها طبعا، يا رب يحميها ويحمي كل أمهاتنا وكل أسرنا وكل شخص يا رب في مصر والبلاد العربية. تحية خاصة للأسرة والأهل في اسكندرية وكل الناس اللي بيسمعونا. أنا يعني مش عارف أعبر عن مدى سعادتي بالكلمتين اللي احنا قلناهم دول، وأنا اتعلمت منهم كتير يا دكتور. تسلم، ربنا يديك الصحة وشرفتنا، ويا رب إن شاء الله يعني تكون دايما اللقاءات بتاعتنا متكررة دايما، لأن أنا يعني حاسس إنه يعني إيه يعني في كمية معرفة يعني عايزين نطلعها منك على طول باستمرار. يا رب ان شاء الله، وانا شرف ليا، وانا طبعا حضرتك اي وقت انا متواجد في اي وقت، وشرف ليا ان انا اكون مع حضرتك واتكلم عن طريق النافذه عن فيرولوجي بلوج، عشان نقدر نوصل لاكثر ناس من المجال الطبي والغير الطبي. شكرا، شكرا جزيلا دكتور اسلام. كان معانا ضيفنا في الحلقه دي الدكتور اسلام صالح عبده، استشاري العنايه المركزه والتخدير في احد مستشفيات انجلترا، وكان موضوع الحلقة عن الديكساميثازون. يا رب تكونوا استفدتوا معانا في الحلقة دي، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة. دمتم أصحاء ونشوفكم على خير. السلام عليكم. مع السلامة.